من جانبها طالبت إيمان الألفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء صندوق أموال للقُصر للحفاظ عليها واستثمارها. إن الكل كان بالإجماع شبه موافق على إنه لازم يكون في صندوق خاص بأموال القُصر واستثمارها، وهذا الصندوق يكون سيادي للدولة، وعلى أن يتم يعني زي ما بنقول إيه دفع جزء من او يكون له نسبه في هذه الاموال لادارته، وده امر مشروع. وعلى فكره برضو جميع الدول الشقيقه بدات في عمل هذا، السعوديه عملته بس سميته هيئه لان هي قانونها بيتيح بالهيئات. فهذا الصندوق مع الوقت ومع تقادم هذا المال لما يخرج زي ما قلت هذا الصغير ويبلغ اشده ويبدا ان هو يحصل على هذا المال، هيلاقي حاجه يقدر يتسند عليها، حاجه توفر له سبل حياه كريمه اللي بيدعو ليها الرئيس. فالحياه الكريمه بس مش في تطوير القرى، الحياه الكريمه في ضمان عيشه سويه، عيشه مطمئنه لهذا الشاب بعد ان يبلغ اشده ويحصل على هذا.